التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. نذكركم بنتيجة شوطنا الثامن الذي خصص للجعدان. بعد التأكد مهني مالكي أمر سعيد بن ماهد بن سعيد بن عبد الله المسافري على فوز أمر بالمركز الأول بتوقيت الزمني 3 دقائق قاطعا 2 كيلومتر بتوقيت زمني 3 دقائق و2 ثانية. تهانينا والناموس لمالك. التواصل يستمر وانطلاقاتنا تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات اعلنت انطلاقة شوط ختام مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم بمدينة العين. شوط الختام، من سيحظى بآخر الأشواط؟ من سيحظى بآخر أشواط هذه المكرمة؟ بعدها سننتقل إلى السباق الصيفي الذي ينظمه نادي دمين سباقات الهجن. أتقدم مع المركز الأول شوشرة شوشرة مسري بن سيب النايع بن واصل الكتبي. من يقدم شوشرة على المركز الأول؟ المركز الثاني القادم شواهين عبد الله بن عبيد بن خليفة الساحل الكتبي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت المايدية حمد بن مطر بن محمد بن رفيع الفلاسي القادم مع المايدية على المركز الثالث. المركز الرابع وصول في هذه اللحظات، في هذه اللحظات وصلت وتقدمت في هذه اللحظة القادمة المتسللة. القادمة على المركز الرابع مشكورة مسري بن سيب النايع بن واصل الكتبي. من يقدم مشكورة على المركز الرابع؟ هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء. 600 متر الأخيرة المتبقية عن خط النهاية. شوشرة شوشرة بن واس بن واس على المركز الأول، ولكن القادمة ارتواز القادمة احمد بن راشد من مصبح. من يتابع ارتواز؟ وصلت كذلك سيد حمد بن راشد بن هلال الكيبالي، كذلك وصول من منصورة سيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي على المركز الرابع، ولكن اعود الى الصدارة. سيدة 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 هذا المسار، سيدة هذه الاسماء على المركز الاول. سيدة لحمد بن راشد بن محمد بن هلال الكيبالي. هل السوان يتقدمون على ما ظن القادم من ميدان السوان؟ سيدة سيدة على المركز الاول، سيدة على الصدارة. تهانينا تهانينا والناموس لمالكي لمالكي سيدة حمد بن راشد بن محمد بن هلال الكيبالي. اسعد الله صباحك بكل خير. المركز الثاني وصلت ارتواز لاحمد بن راشد بن مصبح بن عيد. المركز الثالث شوشرة لمسري بن سيف بن بن واس الكتبي. المركز الرابع اللي وصلتنا كذلك شعار مسري بن سيف بن نايع بن واس الكتبي مع مشكورة على المركز الرابع. هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.